التو مين لوز دول مهمين جدا، ودول بيؤكدوا بالفاكت ان الديريفاتيف كان نوت بي ديستريبيوتد اون مالتيبليكيشن اور ديفيجن، دي هاف سيرتن لوز تو بي يوزد فور ذات. برضه ان سيميلر مانر هتلاقي عندك الوت اوف ابلكيشنز زي ما احنا هنشوف دلوقتي على القوانين ايه. انزل السلايد اللي بعده بيدي لك هنا سام اكزامبلز على القوانين اللي انا قلتها من شويه بتاعت الديفيجن و المالتيبليكيشن. خليني ادي مثالين بس عشان ننشط القوانين دي مع بعض، ما حدش يبقى بالنسبه له اي حاجه مش واضحه. خليني اقول ان اف اكس الكلام ده بيساوي اكس سكوير بلس 5x تايمز 2x تو ذا باور 3 بلس 6x مثلا. خليني اقول اف اكس الكلام ده بيساوي 3x تو ذا باور 2 بلس 4x ديفايدد باي 5x ماينس whatever 4x كيو. لو انا عايز اعمل ديريفيتيف فور ساتش فانكشنز، خلي بالك خلي بالك مقامك كبير جدا جدا عندي. فانا في الجزء ده في الديريفيتيفز انا مش هجيب لك كلام فاضي، انت خدت ده كله قبل كده، كل ده ما ينفعش تغلط فيه. يعني انا متخيل ان لو هبدك واحده من دي يعني بقول لك ايه صباح الخير خد الدرجات دي كده، يعني ما ينفعش تغلط فيها. وابقى اول واحده ستارت عيش بقى. أول واحدة علشان أحلها هعمل إيه؟ على طول هجيب واي داش، الكلام ده هيثابت. أعمل أبلكيشن على طول القانون، قول يا جميل. يبقى ده عبارة عن 2x بلس 5. الكلام ده تايمز السكند زي ما هو 2x to the power of 3 بلس 6x، أنا ما عادش أي حاجة. Then بلس 6x سكوير بلس 6. ده فيرست فانكشن والريمين ذا سيم. يعني ده معناها x سكوير plus 5x then start differentiating the second bracket so it's going to be 6 of x squared plus 6 اي خير هسيبها كده اصلا مش مشكله ما عملتش simplification مش محتاج اعمل simplification unless you will need it for another extra step or for another steps try to simplify it لكن if it's required find y dash شكرا ايوه Okay. اللي بعده عايز اعمل ديفرنشيشن لده على طول دايركت this is gonna lead to y dash is gonna equal to denominator to the power of 2 انت عندك 5x minus 4x power 3 كله to the power of 2 بعدين هبدا اطلع للنومينيتور هاو ستاك مع النومينيتور ده ديفرنت بتاعه كام؟ 6x الشهر مش ايه انا اسف يبقى ده يديلك 6 x plus 4 كده عملت الديريفيتيف للنومينيتور الكلام ده هضربه في مين؟ في الدينومينيتور الدينومينيتور بتاعك اللي هو مين؟ 5x minus 4x to the power of 3 بعدين مش تنسى عندك ماينس بعدين عندي النومينيتور هينزل زي ما هو بالظبط نزل لي النومينيتور ده زي ما هو النومينيتور بتاعك ينزل بكام؟ ها؟ نزل لي النومينيتور زي ما هو يبقى ده عباره عن 3x to the power of 2 plus 4x افتح هات لي ديريفيتيف الدينومينيتور بقى المره دي ديريفيتيف الدينومينيتور ده يبقى بكام؟ هيبقى عباره عن ال 5 ها minus 12x squared minus 12x to the power of 2 خلصت البروبلم بتاعك كان مفيش فيه ديفرنشيشن خلاص اتس دان مستحيل انك تغلط طبعا الحاجات دي موجوده كلها عندك بلا استثناء انت مش محتاج اي حاجه من دي موجوده كل ده عندك باستفاضه كتير بروفيتس كتير جدا عندك هنا في حاله الديفيجن عندك تو بروبلمز فور تريننج ذا فيرست اوف ذيم 3 سكوير بلس 4 اكس ديفايدد باي 2 اكس تو ذا باور 3 محلوله برضو عندك فمفيش مشكله خالص ولا سؤال انزل ده حلو ده تعالى ده بدايه الحاجات المحتاطه قوانين اللي بتعتمد انك كفايه كويس قوي في افكار كتيره جدا ويخدم حاجات كتير ويحل حاجات كتير اللو ده بيقول ايه؟ اللو ده بيقول if you have any function to a power if y equal f of x raised to a certain power I have f of x
to the power of n. Once you start differentiating, we will do three steps. We will do three things. First of all, the power will be multiplied. Then I will take one from the power. Then I will differentiate what's inside this bracket. يبقى اعمل كام حاجه؟ تلات. ده على طول الدريفيتيف is gonna be y dash equal to the first of them. Power means the multiplication. Okay. So it's gonna be n. Then write the same bracket f of x to the power of n minus 1. Then times f dash x. f of x دي تجيب الدريفيتيف بتاعها. بعمل كام حركة؟ تلات. Multiplication. Then subtraction, then differentiate what's inside this bracket. بعمل 3 steps. خلي بالك it's really very important يا كريم. لأن لما هنيجي نشتغل anti derivative which is called integration, I will depend on this rule. Once you have this condition satisfied, you will raise one on the bar and divide on the new bar. What do they have to do? That is really very important. قانون مهم جدا. قول. What do they have to do? مش همس بالكويس؟ لا سيبه ده يبقى كده بتاعتك على السيمبليفيكيشن صح؟ بس ما تغلطش بس زي ده يا دكتور احنا ليه بنعمل مولتيبيكيشن اللي جوه يعني اللي هي الات اكس ليه؟ فاكر في الاول لما كتبت واي بيساوي 2 واي بيساوي 2 اكس ده ليه؟ عشان كده اديت فيه وقت معايا مش شفت تمام؟ تعالوا نشوف بقى اللو ده بيحل لك ايه؟ اللو ده بيحل لك كميه بروبلمز فوق معركه السنه. كتير 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 يعني. خليني همشي ايدي كده مع بعض المسائل علشان ايه؟ ما تزهقش مني. بعدين هوريك ايه اللي مكتوب عندك. عندك كل حاجه تاني. بس تعالى شوف ده بيحل لك ايه. ارجوك مش هيتاح ليك فرصه ثانيه للي بيتلخبط في الديريفاتيفز بعد ده. فارجوك حاول تفهم كويس. بص كده لو انا عندي y الكلام ده بيساوي x to the power of 3 plus 5x to the power of 5 ادي بروب ادي واحد ناخد واحده ثانيه وليكن y بيساوي الروت بتاع x squared minus 4x plus 3 to the power of 5 يعني ما ينفعش حاجه تجيبنا يحل لك برضو y بيساوي 5 divided by cubic root for x cubed minus 4x مثلا. اللو ده خطير. تاني نبدا نشتغل. First of all انا عايز الفورم. الفورم بتقول ايه؟ f of x to the power of n. خلاص رجع f of x to the power of n. افتكر اللو كان بيقول ايه؟ اللو كان بيقول y dash equal نزل باور to the power of n minus 1 times f dash x. يلا يا شباب حد يحل معايا. ها قول يبقى y dash equal ها 5 multiply x power 5 multiply x power 3 plus 5x power 4 5x plus the second 5x multiply x as 3x power 2 plus 5 plus 5 more than perfect. فعلا بنزل باور بطلع من باور واحد ريفيتيف واتس انسايد ذا راكت. تعال على اللي بعده. مين يحب يحل اللي قبله؟ الناس اللي ورا دي انا مش بسمع صوتها خالص. قول لي اسمك قول اسف قول يا اسف اعمل ايه؟ كده مش هعرف لازم اخليها الفورمه دي. فالاول اهرب من الباور قول لي يا اسف يبقى y هيساوي ها x squared minus 4x plus 3 to the power of 5 divided by كام؟ ما انا لو عندي root بيبقى fraction in the power. طيب start differentiating قول لي بقى كده y dash will equal to power يبقى ده عبارة عن 5 over 2 then to the power 5 over 2 minus 1 it's gonna be 3 over 2 times ها طبعا تنسى times
2x minus 4 طبعا. ها قول اللي بعده. اه قلت لي اسمك ومش ناوي عمرو يعني هو بس بعد الاسم ده قول مستر عمرو. 5 يبقى اذا y equal to 5 times اول حاجه هرب من الباور يبقى عباره عن ايه؟ ها x power 3 minus 4x to the power negative لانه تحت طلعوا فوق يبقى اذا 1 over 3 start differentiating يبقى y will dash will equal negative 5 over 3 ها to the power of 4 ها then 3 x square, minus 1 تمام. If it happened ان انا جبت لك واحد من دول ما ينفعش حضرتك تبوظه معايا ده بدايه الحاجات اللي ممكن اجيبها لك في الحياه. فلو جبت لك قانون زي ده او مساله زي دي ما ينفعش نبوظ لان دي الدرجه بتاعتها مفترض انها هديه ليك. انا بتكلم دايما على الامتحان عشان بفكرك باللي انا عديت بيه. انت دلوقتي عارف الامتحان بتاعي. انا قلت لك من البدايه عارف ان هيجي لك مساله تعمل لها سكتش وتجيب دومين ورينج وتقول اذا كانت اوبجكتيف ولا لا. عارف ان انا لازم هجيب لك مساله عليها انفرس او كومبوزيت فانكشنز. انت عارف عندك مساله فور شور هتبقى موجوده في الجزء بتاع الليمتس اكتر من واحده. انت عارف ان في الدريفاتيف فور شور هيبقى عندك اكتر من بار. دكتور هو الفورماتيف بتاع النكست اكزام النكست اكزام يبقى الجزء بتاع الفانكشنز ممكن حاجه من الديريفاتيفز. اتس نوت ا بيج ديل اباوت الفورماتيف اكزامز بس جاست انك تسبكليت معندوش درجات. لكن السمتيف اكزام بتاعك اللي هو عندك مكتوب اي ثينك باي 8th اوف نوفمبر اور سمثينج بليز دو تشيك تايمينج دي موجود عندك في الديتيلز وغالبا هيبقى اون ثرزداي لان انا بحب ان انا اجيب امتحانات في اليوم اللي انت بتشتغل فيه في اخر الاسبوع. طبعا شباب هلو مايلي ليك معايا مستر طاهر صباح الخير سؤال ما تيجي تقعد جنبي تعالى هنا جنبك بتوحشني ده انت ستودنت ريب يا راجل ريب ايه اللي نايم ورا ده؟ انا عندي براكت تو ا باور خلي بالك عندي فانكشن تو ا باور ده هنا بس الاول خلينا نعمل كويت. طبعا انت عندك هنا القانون بتاع اف اوف اكس تو ذا باور اوف ام وازاي بعمل ديفرنشيشن و خلاف موجود عندك بروبلمز انزل ده مهم. انا هبدا اتكلم على نوع ايه ونوع تاني خطير وانت يهمني انك تبقى فاهمه كويس وبرضه خلي بالك انت معرض ليه في يور اكزامز. هو كل ده مارك متابعني؟ اوكي هو كل ده لسه جاي كل ده لسه برضه بيزكس يعني مش هيجي برضه على الحاجات اللي بقى ازاي هيجي؟ المساله اللي فاتت دي كيلك زي ما انت شايف كده باشمهندسين جميل الورق متابعني؟ طب عشان انا اسالك في ده فعايزك تبقي مركزه معايا. انا دلوقتي هتكلم على النوع كمان اكسبوننشال فانكشنز بس خلي بالك الاكسبوننشال اللي انا هوريه لك دلوقتي الاكسبوننشال اللي بتربي نحلل يعني في بيز which is a constant والباور is a variable. لو انا حبيت ان انا اعمل ديريفاتيف لاي اكسبوننشال فانكشن y بيساوي e to the power of f of x y داش هيساوي يبقى y داش بيساوي same function e to the power of f of x times f داش x. انت ما خدتش بالك انا قلت ايه؟ انتوا مش واخدين بالكم ربكم مش مركزين معايا. انا بكلمك على exponential function e to the power of f of x خلي بالك دي لما باجي اعمل لها ديريفاتيف يا كريم بتنزل الفانكشن باي اتسلف e to the power of f of x times ديريفاتيف الباور. خلي بالك دي خطيره جدا
من الاخطاء الكتيره اللي الناس بتعملها. الناس بتبورت عن باور وايت صفر طبعا صفر كده مستيك لانك كده بتعامل البولينوميالز زي الاكسبوننشال فانكشنز which is completely different. It's another type of function. بص كده انا كتبت لك اللو تعالى نعمل واحده مع بعض. لو انا قلت لك y بيساوي e to the power of x3 minus 4x يلا قول لي كده الديريفاتيف y dash would equal to same function تنزل e to the power of x power 3 minus 4x 3 times and times اديني بقى الديريفاتيف باور 3x squared minus 4 جميل جدا تنزل function by itself times derivative power. خلي بالك قوي مفيش اي حاجه مفيش اي حاجه تانيه. خلي بالك الانتجريشن يعني لما اجي اعمل انتي ديريفاتيف انا هعتبر ان ده كده كونديشن. لازم الباور يبقى الديريفاتيف اكزيست اف اكزيست يرجع تاني على طول عكس اللوب بالظبط عكسه بالظبط. خلي بالك ان مش ده النوع الوحيد بتاع الاكسبوننشال فانكشنز اللي عندك. انا ممكن يبقى عندي واي بيساوي اي to the power of f of x. هي فرقت يعني ان دي e وان ده a ال e دي هي natural number 2.718 ال exponent ال a اللي انا بتكلم عليها هنا any other numbers طب لو any other number يبقى derivative بتاعه ازاي؟ derivative لازم يبقى كده y dash will equal to a to the power of f of x times f dash x times ln a. يبقى كم حاجه هتعملها؟ معايا برا ثلاث حاجات الفانكشن باي اتسلف derivative باور then ln for the base. تعال نجرب عليها كده بس انا بنزل الفانكشن زي ما هي وبتعمل derivative function ln البيز طبعا بيبقى كونست ماشي برا. بص كده لو y بيساوي 10 to the power of x power 3 minus 5x غني قول ها براحة يبقى y dash ها first of all the same function 10 to the power of x power 3 minus 5x بعدين قول لي بقى اللي انت بتقوله 3x power 2 minus 5 10 لنفل خلاص ستوب معايا بقى حلو جدا سهل اوكي. طبعا عندك بروبلمز عليها موجود عندك كل المسائل. طبعا عندك برضه الكيس بتاعت a to the power of f of x عندك a to the power of 4 minus x power 5 a to the power of 4x cubed plus 15x derivatives بتاعت exist عندك training لذيذ قوي يعني logarithmic function logarithmic function دي سهلة. لو انا عندي ln for f of x derivative يبقى ازاي؟ 1 over f of x times f dash x. الناس دايما تحب تكتبها يا مازن f dash x over f of x او 1 over f of x اقدر ازود السنة فيبقى f dash x divided by f of x. حضرتك معايا؟ ممكن بس تقول تاني؟ ماشي؟ يبقى انا لو عندي ln of f of x يبقى 1 over f of x times f dash x. تعال نشوف حاجة بس الفرق بس. يلا مش عايز اخدمك من حاجة. خلي بالك عشان الجزء ده خطير. لو انا قلت لك y بيساوي x to the power of 3 minus 4x وليكن هذا ln ln x cubed minus 4x عمر افتي يبقى 1 over يبقى y dash هيساوي 1 over ها؟ هات لي بقى الديريفاتيف يبقى 3x سكوير برافو. في اسهل من كده؟ دكتور في حاجه المفروض اكتبها 1 اوفر x كيوب سيم بعد ما عامل نفس الحاجه سيم اوكي بيرفكت. طبعا احنا شفت اللوجاريتماتيك فانكشن شفت الاكسبوننشال صح كده؟ الجزء ده خطير بيريدي
مالكش كويسيون. اوكي خلاص تعالى بقى نحل مع بعض. مجموعه محترمه اللي مسخرمك، مجموعه محترمه من الاسئله دي بقى. عندك بلينتي اوف اكسرسايز دكتور، كل المسائل دي موجوده عندك، انت تعرف تحلها اعتقد بكل بيرفكت، وعندك كمان مجموعه اسئله موجوده تحت برضو تقدر تمشي ايديك فيها whatsoever. كله صوت بعدك starting from polynomials معايا radicals موجود عندك fractions موجود عندك denominators you read them exponential functions logarithmic multiplication of functions okay if you have a prismatic times exponential كل حاجة صوت على بعض كل ده موجود وهتلاقيه محلول عندك استفاضه ما فيش عندك مشاكل واتسوب شربين وشربين صح؟ دكتور هو في شيء ايوه بقى ده كتير لا حاجه كتيره تعال بقى معايا كده عايز بعض المسائل برضو بسيطه عشان ايه؟ برضو تحس انك انت اكتف وما تحسش انت ايه؟ تعال بص كده لو انا عندي واي يساوي لن اوف اكس سكوير ماينس 4x الكلام ده تايمز روت اوف اكس سكوير بلس 5x المساله دي انا عايز احلها وكمان واي الكلام ده بيساوي لن اوف اكس سكوير بلس 5x ديفايدد باي ليتس سي اي تو ذا باور اوف اكس سكوير ماينس 4x حضرتك الاولانية بقول جنب صح؟ عن صوتك الاولانية عامل ايه؟ انا عندي two functions multiplied by each other صح؟ يعني اذا انا عندي اللو انا عارفه كويس اللي هو بيقول لي اللو y بيساوي f times g يعني حضرتك عارف ان y dash بيساوي f dash g plus f times g dash this is the ideal concept اوكي الستيب اللي بعده على طول هبدا اشتغل واي داش بيساوي I will get the derivative of the first function which is simply it's gonna be x squared minus 4x times 2x minus 2 كده ولا ليا ولا متضايق times root of x squared plus 5x then don't you forget plus x الجزء الاولاني it's gonna be ln of x squared minus 4x then times بعدين هبدا بقى اظبط انا عارف ان الروتس دي انا عملتها كتير انا عارف ان ده باور هاف صح كده؟ الدريفتيف بتاعي يبقى ازاي يا مان؟ قول لي يبقى الكلام ده هيساوي هاف بعدين يبقى عندي x squared plus 5x كله على بعضه نيجاتيف 1 over 2 طبعا الكلام ده غلط ناقصه حته ايه الحته اللي فاضله؟ 2x plus 5 صح كده؟ زي ما انت شايف انا جبت الديريفيتيف اوف ذا فيرست بار تايم ذا سكند ذن بلس عكست نزلتها زي ما هي كده زي ما هي معايا بشورت سي دي العشرين دي المفروض تبقى فاكشن تبقى ايه؟ فاكشن ازاي فاكشن؟ ما ينفعش ايوه ازاي؟ راشنال فاكشن ما هو انا عندي الديريفيتيف بتاع اللين بيبقى 1 اوفر ذا فاكشن ده الديريفيتيف بتاع اللين فاكشن So it's 1 divided by x squared minus 4x, then times derivative in function by itself, which is gonna be to 2x minus 4. That's it. طيب، حد يديني speculation ايه تاني؟ تعالى بس دي عاملة ازاي؟ هتبقى الـ e power x minus 4 جنب اللين؟ حلوة. قربت. هي شافت ان هنا في denominator و denominator. كان ممكن اشتغل كده، بس طبعا انا عارف نفسي ليه انا ممكن اعمل حركة لازمة. على طول اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول واي الكلام ده يساوي اللن بتاع اكس سكوير بلس 5x تايمز اي ايوه جميل نيجاتيف اكس سكوير ماينس 4x وطبعا تقدر تكتب 4x ماينس اكس سكوير روح ستارت ديفرنشيتنج ها فضلي يبقى واي داش اكس سكوير بلس 5x 2x plus 5 times e to the power of 4x minus x squared.
صح كده؟ قلبته لا لا ماينس بعدين بلس ها هينزل لاند بتاع اكس سكوير بلس 5 اوف اكس بعدين تايمز عايز اعمل بقى الدريفاتيف دي خليني على الدريفاتيف دي احلى عشان مش نيجاتيف ها يبقى ده على طول هيديني 4 ماينس 2 اكس then times function by itself which is gonna be e to the power of 4x minus x squared. The hard shape for that مثال بسيط لحاجة زي كده ما خلاص انا عملت ما انا عايزه انا لو اديتك قانون زي ده او مسألة زي دي عرفت انك فاهم ازاي بترفع nominator للdenominator ازاي بتdifferentiate powers ازاي differentiating exponential function او exponential function ربط في كل اللي انا قلته ولا ايه؟ صح؟ كل اللي انا قلته معايا ايش؟ دكتور طبعا دكتور ممكن نكتبها فورمال شيت بس دي اكتب بس انا مش متخيل الفورمال شيت بتاعك هيشيل ايه ولا ايه؟ مفيش دلوقتي هو في فورمال شيت ايه؟ انا سألت الناس قبل كده قلت لك حضرتك تحب اعمل لك انا الفورمال شيت وتراست بي قلت لي لا 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 بس ايه بلاش السلام عليكم انت فين يا ورا ورا فين انا مش شايف خالص طب يلا تعال بسرعه بس ما تصيرش ايه في مين ولا ايه وعلى الساعه كام؟ الساعه 12 ونص ونص اللي خمسه الساعه 12 هتتدلع ومش هترجع لي على طول لا طب استنى شوف انا هقف فين استنى ثانيه يا عم لو كده هسيب طبعا البروبلمز دي كلها محلوله عندك فعلا مالكش حجه مالكش حجة خلي بالك قلت لك all types of laws موجودة عندك all types of problems already exist كل حاجة عندك training عليها وصور مالكش حجة انزل انزل يلا بقى اسفرس قدامك مش وانسين لو سمحت قدامك حل الهندي الساعة دلوقتي كام؟ 12 ونص 12 ونص النص اللي خمسة لو 12 ونص سيب هي اللي خمسة بس بتاعت خمس دقايق 12 ونص هسيبك لغاية الساعة واحدة وترجع لي واشتغل وبعدين هسيبك بدري اتس اوكي لا لا تحبني هسيبك لغاية الساعة ما انت ليك ساعة من الساعة 12 ونص هسيبك لغاية الساعة واحدة ونص وبعدين ابدا اشتغل اتس اوكي ويز مي لا لا تحبوا ايه؟ ارجوك فكر كويس واحده احسن واحده احسن واحده كمل لحد واحده ال10 اه ناخد ال10 دقايق ونرجع لك ساعتين نخلص بدري عشان نلعب بسرعه يبقى انا هسيبك ها؟ برضه اختلفت لا لا كم واحد موافق ان انا هقف دلوقتي ارجع الساعه واحده اشتغل ساعه ونص واسيبك خلاص خلاص؟ ايوه لما اخلص اللي انا عايزه نرجع هسال ايه ليك؟ تسلي ليك؟ كام واحد موافق ان انا ابدا الساعه هسيبك ساعه كده كده مش اكتر من ساعه ابدا معاك واحده ونص بدل واحده لا يبقى انا بس انتوا الاثنين خلاص شكرا قدامك نص ساعه بريك ابدا ساعه تمام اصلي الدور وابدا على طول